السلام عليكم حبيبتي، شنو احوالكم اليوم؟ ان شاء الله غادي نقترح عليكم طريقه تحضير ديال النوكه التمر، عفوا ديال التمر على شكل نوكه. يمكن لينا تنحضروه في الاعراس وفي المناسبات مع الحليب، كذلك يمكن لينا نصبوا به قهوتنا بلاشيه تيجي على شكل حليوه. هادشي جا كيفما كتشوفوا معايا، غادي نحتاجوا ما بين 300 حتى 400 غرام ديال عجين التمر. يمكن ناخذوا غير التمر يكون رخيص، ماشي مشكله، ونغسلوه ونمسحوه جيدا ونفوروه. غادي نحتاجو 150 غرام ديال العسل يكونو مسخنينو، مع 80 غرام ديال المشمش يابس مقطع، 150 غرام ديال البيستاش. يمكن السيده تعمل نواصيت على حسب الرغبه، غير انا بغيت نلعب ما بين هاد الكولور، ما بين الفيغ والاورونج والمارون ديال التمر تسماريفيا. بالنسبه للسيده اللي عندها النوازيت غير تصهدو حتى تطفي الفران، يكون مشعل الفران على الخبز ولا على حاجه، ودخل النوازيت وتخرجو، لان الا شعلت عليه الفران حمرات ديريكتومون تيبرد. هذه من بين لي زاستوس، عندنا معلقه صغيره ديال الزحل ومعلقه صغيره ديال القرفه تقريبا. هادو هما المكونات، 300 ما بين 300 حتى 400 غرام ديال التمر، عندنا 100 عندنا 80 غرام ديال الشمشية، 150 غرام ديال البيستاش، معلقة صغيرة ديال الزهر، معلقة صغيرة ديال القرفة، و 150 غرام ديال العسل. غادي نمرو الطريقة. غادي نحطو التمر، غنضيفولو هاد العسل لي صغير، غادي نضيفولو غبان الشمش كيما البيستاش يعني. تقريبا ملعقة صغيرة ديال القرفة وملعقة صغيرة ديال ماء الزهر، ونضيفولو العسل. العسل غادي يكون سخون، بالنسبة للمشمش مع السخونية ديال العسل غادي تنفخ وغادي يرفع، يعني ما يسالش ولا ما يكونش طيب من قبل. غادي نغلفو بشكل جيد حتى تنسجم المكونات مع بعضيتها. من بعد ما قطعت لينا النوكه راسها، تناخذو بسنجلة محمر. بالنسبه للسيده اللي ما بغاتش تعملها بهذه الطريقه، يمكن لها تديرها على شكل بوده، على شكل بودة ونطروليها فيه وتقطعها بحال شي ديال الفطار. تجي معلكة ومزالة بزاف، غادي نحاول نقطعوها بمعينات او مربعات. نصبروا عليها شويه في الثلاجه حتى تخبط راسها. الان غادي ندوزها في المجلاة محمر، غادي نعملها في كويغيطا سوف ديفيري، يعني كتقدم في اي حاجه بغات السيده. بالنسبه لك قطعتها على شكل مربعات، يمكن السيده حتى تعملها حتى دوائر، ماشي اشكال. ونبقاو هكا حتى نكملو الكميه اللي عندنا كامله بها، والمربعات ديال النوكه ديال التمر
هما اصبحوا جاهزين. بالنسبه لي انا كما شفتوا عملتهم هكا في طويسات صغيرين ديال لي زابيريتيف، يمكن السيده تعملهم غير في كويقطات باش تبريزونطيهم. تتبقى البريزونطاسيون على حسب رغبه كل سيده، يمكن لها تعمل كيف ما قلت لكم لوز كونكاسي. بالنسبه لي رفقتهم بالحليب ديال الضياف بالعقده ديال اللوز، ان شاء الله غادي تلقاو الفيديو ديالو تحت الفيديو. تتمنى الوصفه ديالنا تعجبكم، كذلك ما تنساوش تلايكيو لا فيديو، ما تنساوش تجربوها كذلك. كذلك اللي مازال مشترك في القناه يعمل سبسكرايب ابوني اشتراك باش يتوصل ديما بالجديد ديالي، وان شاء الله نتلاقاو في شيوه جديده من شيوه لاله بوتينه.